الوتر هو الفرد، ومن العدد ما ليس بشفعي، يعني دائما فردي. أوتره أخذه وفيه أوتر صلاته، وهي صلاة تصلى بعدما يصلى من النوافل في الليل، وهي سنة مؤكدة. الوتر سنة مؤكدة، كان صلى الله عليه وسلم يقضيه إذا فاته الوتر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب، ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. حديث في سنن ابن ماجه وهو صحيح. وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى صلاة أو إلى طلوع الفجر يبدأ الوتر، يقوى من بعد سنة العشاء. لا تصلي الوتر قبل سنة العشاء، في بعض الناس يجوز يخطئ الواحد فيهم يصلي الوتر قبل سنة العشاء، خطأ. إنما يصلي الوتر بعد سنة العشاء، ويبقى وقته إلى طلوع الفجر. ما دام أنه لم يطلع الفجر يعني معك وقت لصلاة الوتر. وأفضل وقت لصلاة الوتر الثلث الأخير من الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. والحديث أيضا في سنن ابن ماجه. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد. إذا أنت مش ضامن أنك تقوم آخر الليل وتصلي لك يعني بعض الركعات وتوتر، لا صلي الآن أفضل حتى لا يفوتك الوتر. قال: فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، يعني ينام. ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة. شو يعني محظورة؟ تحضرها الملائكة. وعن أبي أيوب الأنصاري، أو عدد ركعات الوتر يا إخوة، عدد ركعاته إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، إذا ركعتين ركعتين، ثم ينهي الصلاة كلها بركعة واحدة. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. وعن عبد العزيز بن جريج، يعني المهم صلاة الليل يا أخوة المقصود بها أنك تصلي وآخر شيء توتر، دائما توتر، بدك تصلي ركعتين ركعتين وتوتر بخامسة، يعني تجعل تصلي أربع ركعات ثم تصلي واحدة، هاي خمسة أو سبعة أو هكذا. وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم ملحوظة ومعلومة مهمة بعض الناس قد لا يعلمها، كان صلى الله عليه وسلم يدعو يعني القنوت قبل أن يركع أو بعد أن يركع. يعني يجوز لك أن ترفع يديك وتدعو دعاء القنوت قبل أن تركع، يعني تقرأ الفاتحة قل هو الله أحد، ثم ترفع يديك وتبدأ بدعاء القنوت. ويجوز بعد الركوع زي ما احنا بنعمل الآن معظمنا، يعني إذا جيت صليت خلف شخص مثلا في رمضان، طبعا هذا شيء يعني لا أستسيغه أنا، إنه الناس بتعود، كل الناس بتعودون على الدعاء أن يكون دعاء القنوت بعد الركوع. تيجي أنت كإمام، والله أنت أطبق السنة، بس طبق السنة أنت هيك بتخلي الناس إيش؟ يصيروا يتساءلوا شو اللي عنده الشيخ، أخطأ، ليه ما سجدش نساء وهكذا. لا، الأصل إذا رأيت الناس قد اعتادوا على القنوت بعد الركوع خلاص تمشي، لكن أنت بدك تعمل الحركة، اعملها، بدك تدعو بالقنوت قبل أن تركع جائز. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، والحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وكذلك ثبت عن أنس بن مالك أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، يعني كلا الأمران جائز. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت،
وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. في بعض الناس يقول فإنك تقضي بالحق، زيادتها يا إخوان الأصل ما نقولها، خلاص نقول كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجى منك إلا إليك. وكان يقول أيضا في آخر الوتر، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حديث في صحيح مسلم. طيب ماذا يقول بعد انتهاء الوتر؟ هناك ذكر يقال، حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد انتهاء الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، يكررها سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة ويرفع الصوت سبحان الملك القدوس هكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه ويأمر بذلك، قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. كثير ناس يقولوا كيف بدي أقضي الوتر؟ يقضى الوتر إذا انتبهت أو تذكرت أنك لم تصلي الوتر بين الأذان الفجر والإقامة، هنا تقضيه ركعة. إذا تذكرت أنك ما صليت الوتر بين الأذان الفجر والإقامة ومعك وقت، صليه ركعة واحدة يعني كما توتر، لكن إذا تذكرت بعدين فتقضيه بعد يعني في وقت الضحى بعد الشروق، بعد أن تجري الشمس بربع ساعة، من هذا الوقت إلى قبيل الظهر بربع ساعة، معك هذا الوقت أن تقضي الوتر يا إخوة ركعتين وليس ركعة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزب من الليل يعني القيام قضاه شفعا 12 ركعة في قبل الظهر. شو سألتني أبو بها؟ الدعاء يا إخوان القنوط ليس بواجب، من لم يقنط ليس يعني لا شيء عليه ولا سجود سهو ولا أي شيء، إنما ليس الأفضل أن يدعو، ولكن إن تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد كما قال بعض العلماء، ورد عنه أنه دعا، ورد عنه أنه أيضا ترك دعاء القنوط في بعض الأحيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.